الأخرى. خلينا بقى نروح نشوف صحافة اليوم وماذا تقول الصحافة في الصحافة المصرية عن هذه المباراة. جاهزين يا سمير؟ اتفضل. من الأهرام: الليلة طموح الأهلي يتحدى عناد سان داونز في السيناريو الصعب. هاجس الماضي الأليم يطارد الأحمر والمنافس يعيش على وهم الصدمة. أما من الأخبار: الأهلي يبحث عن الثأر أمام سان داونز الليلة، وفايلر يحفز اللاعبين متسلحا بالطموح و30 ألف متفرج. أما من الجمهورية: الليلة بملعب الرعب، الأهلي يسعى للثأر أمام سان داونز. من الشروق: في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، الأهلي في مواجهة قوية أمام سان داونز لرد الاعتبار، وفايلر يسعى للثأر بعد هزيمة الموسم الماضي، وموسيماني يحذر لاعبي من قوة الأحمر. من الدستور: الثأر والصعود. يعني أنا متخيل الثأر والصعود ده واحد من أحلى العناوين. المدير الفني يركز على غياب بعض المنافس أو ظهيري المنافس ويحذر من الارتداد السريع. الليلة الأهلي في مهمة صعبة أمام سان داونز، وفايلر يتجه للاستعانة بفتحي وسليمان. كله بيجتهد طبعا. اليوم السابع: الأهلي يستدرج سان داونز الجنوب أفريقي في ملعب الرعب للثأر من خماسية بريتوريا، وفايلر يستبعد مروان رمضان صبحي من حساباته ويحلل جنوب أفريقيا ويتطلع للخروج بأقل الخسائر. طيب، دي كانت آخر حاجة معانا النهاردة زي ما حضراتكم شفتوا في الصحافة المصرية وماذا تقول الصحافة المصرية عن هذه المباراة.